الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم. Donc de l'interdiction de la de l'injustice. ثم ساق حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله عز وجل في هذا الحديث هذا قد يكون واحد العدد ديال يا عبادي يا عبادي يا عبادي يا عبادي او مي سيرفيتور بروميو جو مي سوي انتيردي لانجوستيس اي جو لي روندي انتيرديت انتر فو ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. إذا شنو المعنى ديالو؟ حرمت الظلم على نفسي. يقول الله عز وجل: الظلم ظلمات يوم القيامة. L'injustice, le jour de la résurrection, sera des ténèbres sur la personne. Là où on a besoin d'une lumière. Et là, il faut faire très très attention. ما تظلمش نفسك بالشرك. أن تشرك بالله ما ليس لك به علم. ما تظلمش زوجتك. Ne sois pas injuste envers toi-même, envers ta femme, l'oulid ديالك, envers tes enfants, envers tes voisins, partout. كن على بالك، كن عادل في نفسك، في حياتك. دونك الله عز وجل هنا قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ما يكونش الظلم بينكم. با إتخ أنجست أونتخ فو. لمن كيقولها الله عز وجل للعباد ديالو: يا عبادي، هذا شرف. سي أن أونور كالله عز وجل نوزابيل باغ يا عبادي، أو مي سيرفيتور. ثم قال: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال ما عدا اللي هداه الله سبحانه وتعالى. سمعنا في سورة الليل وسورة الضحى أن الهداية بيد الله عز وجل. كلكم ضال إلا من هديته. فإذا لقيت نفسك في الطريق المستقيم حمد الله وشكره، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi donc de vous guider, je vous guiderai. Alors, qui c'est qui guide? C'est Allah Azza wa Jal. Donc si tu te trouves aujourd'hui dans la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu es là à la mosquée pour faire la prière du matin, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bienfait pour toi. Ça c'est sûr, certain que c'est un bienfait. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Ya ibadi kullukum dalun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Kullukum ja'i'. شكون اللي كي يزودنا بالمأكولات والمشروبات الى اخره؟ الله عز وجل. لولا الله عز وجل والله ما تاكل فيها قد هكا. كيقول الشلوح واخا ينفر لك اغر مره الشيخ يكتب كتاب ربي. ميم سي لي ليف سي دي بان، مي سي الله عز وجل انا با بريسكري بور كو تي مانج تي فا با لو مانجي. ميم سي لو بان لا. دونك الله عز وجل شنو قال؟ كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. او مي سيرفيتور، فوز توس افامي سوف celui que je nourris. Demandez-moi donc, je vous nourrirai, je vous nourrirai. Ya ibadi, kullukum arin illa man akasawtuhu fastaksuni aksukum.
كلكم عارين مع أنا اللي كان أعطي. معنى هذا أن كل شيء بيد الله عز وجل، حياتنا بين يدي الله عز وجل. هناك ناس في الصباح أغنياء وفي المساء فقراء، يبو سبب يهم عارفين il y a des gens le matin ils sont riches et le soir ils sont devenus pauvres. ولا ما عمركم شفتوهم ياك. Et des fois le matin ils sont pauvres et le soir ils sont riches. Qui fait ça? C'est Allah Azza wa Jalla. Vous voyez quand il y a ملي كيكون شي فيضانات، ملي كيكون شي زلزال، ملي كيكون شي حاجه، اما كيكون الانسان غني من اغنياء الناس، صباح في المساء كيولي فقير ما عنده والو كيمشي ينعس في داكشي ديال الاميري. علاش؟ لان الله هو اللي كيدير داكشي سبحانه وتعالى. دونك كلكم عاري الى من كسوته فاستكسوني اكسكم او مي سيرفيتور وزيت توس ني سوف سولوي كو جو فيتو demandez-moi donc je vous vitirai. يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار. يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. اسال الله ان يغفر ذنوبنا جميعا. قال لي كلكم كديروا الاخطاء، كلكم كديروا الذنوب ليلا ونهارا. شكون اللي كيغفر الذنوب؟ الله عز وجل. قال لك اطلبوا مني المغفره نغفر لكم. او مي سيرفيتور فو كوميتي دي فوت لا نوي كوم لو جور اي سي موا كي باردون تو لي اي سي موا كي باردون تو لي بيشي دوموندي موا دونك جو فو باردونوري. يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله غني عن العالمين سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال لك الله عز وجل هنا راح توع العالم كله يتجمع ما غاديش يضر الله عز وجل، والعالم كله يتجمع ما غاديش ينفع الله عز وجل. كما أنه كما الحديث اللي مر معنا الأمة كلها إلا اجتمعت باش ينفعوك ما ينفعوكش، وإلا اجتمعوا باش يضروك ما يضروكش إلا بإذن الله عز وجل. دونك كيسك يلدي الله عز وجل يسي يلدي او مي سيرفيتور فو ناريفي جامي ا مو نوير اي فو ناريفوري جامي ا ميتر اوتيل ريان. اي كوم لوتر حديث و البروفيسور اسلام دي سي توت لا لي كوميونيتي سو سون ريوني بور تو فير ان بيان سي الله عز وجل نا با بريسكري تي بو با لافوار. Et si la, le contraire, c'est la même chose. S'ils sont tous là pour te nuire, si Allah Azza wa Jalla n'a pas prescrit quelque chose, tu ne l'auras pas. Tout le monde, toute l'humanité même. Ana nafsi. Ya ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. كل العالم كل الناس كلهم من اللي خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كلهم اجتمعوا الإنس والجن وكانوا عندهم القلوب صافية نقية ما فيها ولو ما يزدك شيء في الملك ديال الله ولو الملك ديال الله كامل. الأخرى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شأن. لو أن كل شهاد العالم كله تاني اجتمع والقلوب ديالهم كلهم قلوب الفجار الفساق ما غادي ينقص والو من ملك الله عز وجل لا شيء. الله غني عن العالمين. دونك أو مي سيرفيتور Si le premier et le dernier d'entre vous, c'est-à-dire de Milad Adam, depuis Adam jusqu'à la fin du monde, les hommes et les djinns avaient le cœur de l'homme le plus pieux parmi vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Et c'est le contraire aussi. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi qamu fi sa'idin wahid fas'aluni fa'ataytu kull insan mas'alatahu ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر.
عظيم عظيم. العالم كله يوقف واحد المكان مستوي، وكل واحد كيبدا يطلب، واحد طلب السيارات، واحد طلب ما عرفت شنو القصور، واحد طلب شنو شنو، كل واحد يطلب داكشي اللي بغى. الله عز وجل اللي قال لك يعطي لكل واحد داكشي اللي بغى، يعني من الخزينه، وما داكشي ما غادي ينقص والو من ملك الله عز وجل. الله غني عن العالمين سبحانه وتعالى. لكن اطلبوا في هذا رمضان، هذا اطلبوا اطلبوا في هذا الوقت قبل الفجر بعد المغرب، وانتم كتطلبوا كيتفيقوا للسحور اطلبوا، راه الله كيعطي سبحانه وتعالى. راه كينزل السماء الدنيا ويقول من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. الله عز وجل ديسون او ديغني سيال او ديغني تيغ دو لا نوي دي كي مو دوماند كيلكو شوز جو لو دونري، كي دوماند لو باردون جو لو باردونري. اي با دوماندي نيزيتي با لا تريزوري اي بلان الحمد لله. دونك شنو قال الله عز وجل؟ او مي سيرفيتور سي لو برومي لو ديغني دونتر فو لي زومي لي جين سوريني سي dans une même plaine pour me solliciter et que je donnerai à chacun satisfaction, cela ne diminuerait de ce qu'il a auprès de moi, de ce qu'il y a auprès de moi, que comme ce kinégui plongé dans l'eau à la mer. مفتاح تسمي حطوها في البحر، شحال غادي تاخذ ديال الماء؟ بزاف ولا شويه؟ شتكم ناعسين وبغيتو تجاوبوا والو. سبحان الله، شحال غادي تاخذ ديال الماء؟ سي فو بلونجي اني كويز دون لا ميغ اي فا بخوندغ كوميان دو؟ بزاف ولا والو؟ هاكشي الله غادي يعطي لكل واحد ما ينقص. واخيرا يقول الله عز وجل في هذا الحديث: يا عبادي، هذه مهمه، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اش كيقول فيه الله عز وجل هنا؟ أعمالكم، داكشي اللي درتو كنكتبو عليكم، ملائكة كتكتب. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لو جور دو لا ريزوركسيون تي فوار تو تنغوجيستر، اش غاتقول؟ ما لهذا الكتاب؟ بوركوا يا تو؟ لي بتيت شوز لي كغون شوز، سكو تا أوبليي توا؟ الله إلا با أوبليي. لي زونج سون إن تخين دي طيب. البروفيسور سيما شنو قال لنا هنا؟ قال لك الله عز وجل كيقول لكم او مي سيرفيتور سو نو سون كو فو زوفر كو جو روسونس بور فو بور انسويت فو زون ريتريبي بلينمون. غادي يعطيك اكثر من داكشي اللي درتي من الحسنات. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. كي كونك تخوف دي بيان كي لو الله عز وجل نحمدك يا رب ونشكرك. Quant à celui qui trouve autre chose, je m'attends, on va le voir. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Quant à celui qui trouve autre chose, qu'il nous blâme. Que sa personne, c'est pas Allah Azza wa Jalla, ça vient pas d'Allah, ça vient de toi. As'alou Allah subhanahu wa ta'ala wafiqani wa yakum muhibbu wa arda wa la taqabbala a'malana wa a'malakum wa naj'alna min utaqaihi inna wa sami'un mujib. Subhanahu rabbika rabbil izzati wa salamu ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.